والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كلمة كافة هل عائدة على الذين آمنوا؟ ويكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام كلكم كلكم. وإذا كنت تحصيل حاصل المراد منه التأكيد، لأن السلم إذا قلنا الإسلام فهو من الإيمان. والذي يظهر لي أن الوجه الأرجح في هذا الباب: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة، اعملوا بكل تعاليم الإسلام، اعملوا بكل تعاليم الإسلام، لا تأخذوا جزءا وتتركوا جزءا آخر. ومن العلماء من وجه السلم بمعنى المسالمة والمهادنة، يعني إذا الإمام إمامكم اختار رأيا اتبعوه على هذا. لكن الأظهر لي في هذا الباب: اعملوا بتعاليم الإسلام كلها، ولا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض، والله أعلم. أما ما معنى